نحتاج من عندكم الدعم والاشتراك. وصلنا الحاج عمران، شوفوا الجبال، ثلوج، هذا جمالها مو خوش، خوشنيا والله غير ما استطيع ان اقول ان هذه المنطقة جميلة جدا، تستحق المشاهدة، تستحق الوصول اليها، تنظيم لها رحلات جميلة، منطقة حقيقة نفتخر انه موجود عندنا بالعراق هالشكل، مناطق جبلية وجميلة. اكو نقطة اكد عليها هي انه السواق اسعارهم مناسبة، يعني اسعارهم مناسبة، رحلة بسيارة كي هايسة 14 نفر تقريبا يتراوح السعر من 50 إلى 70 ألف عراقي وعلى راحتك، يعني السائق تاخذه على راحتك، اذا 70 ألف تاخذه على راحتك، يصير مكان مال شوي مال كباب كبابيها مو يعني ساعتين وقت يطير، اذا 70 ألف يعطيك ساعتين وقت مو ساعتين او ثلاثه ساعات لا هفتاد هفتاد ساعه دو ساعه نظام لا يكسر فقط يكسر وشوية بانزام طبعا هاي انت تتفق ويا السائق ويصير شوي سيطرة مو سيطرة ماكو علم عراق مو برشم عراق ماكو بس كردي ها ليش وين علم عراق ممنوع بس دائرات علم عراق بس دائرة مو كردستان علم عراق خوش كردستان خوش عمان احسن اطلع على هاي الروستي روستي واش ما تيقى السيعه يا روح حلوه حلوه ماكو جاده جاده هاي موجود مو بس بنزل الزر ايه هاي ما تيقى السيعه يا علو علو ورتي حلو حلو والله وين هاي دقيقه بس ايه طبعا بدا السائق يعرفنا على بعض المناطق ويشرح لنا وان شاء الله بالجايه الجايه ناخذ من الصبح لليل ان شاء الله بعد بعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا الان قريبين جدا جدا من الحدود العراقية الايرانية، يفصلنا فقط هو جبل حاج عمران، مو بين عراق ايران حاج عمران فقط. ارين ايه ابو هدى قال شنو هذا ما بين مين لا ولا رمى فلا بورا بابي انت سوزا